اتهم مدير الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان الوقف الشيعي بالاستيلاء على أراض تابعة له، وقال كنعان في بيان أنه تم الاستيلاء على أراضي الوقف السني والتي فيها سندات ثبوتية بعائديتها للوقف السني من قبل الوقف الشيعي والعائدة لوقف النبي شيت، وهو وقف مضبوط، وهذه المرة الثانية بعد أرض النبي يونس. ودعا كنعان الحكومة والبرلمان والجهات المعنية إلى وضع حد لهذه الأسماء التي تستغل الوضع وتستولي على أراضي الوقف السني وتغش أهالي نينوى بأن يستثمروها وملكياتها لا تعود لهم وإعادتها للجهة المستملكة. وأضاف نوجه هذا النداء للمسؤولين من أجل التدخل لوضع حد لهكذا تصرفات تفتح أبواب الطائفية والاختلاف، ونحن اليوم بأمس الحاجة لوحدة الصف ومنع أي شخص أو جهة تبغي تفكيك هذا الانسجام، فلنكن يدا تبني نينوى ويدا تضرب من يريد بها السوء. قال مدير الوقف الشيعي في نينوى باسم البياتي أن الاتهامات التي أصدرها بيان الوقف السني بشأن الاستحواذ على مواقع تابعة له تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المحافظة وما قامت به من إعلان استئجار هو أصولي وبموافقته. وقال البياتي في بيان أن إعلان الاستئجار لموقع النبي شيت في أيمن الموصل هو أصولي وحسب الضوابط وفقا لما عمل به الوقف السني باستحواذه على أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة بحسب البيان. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مدير أوقاف نينوى أبو بكر كنعان، أسعد الله مساءك. بداية حدثنا بتفاصيل أكثر عن الاستيلاء أو استيلاء الوقف الشيعي على أراض تابعة للوقف السني، ومن المسؤول تحديدا عن القيام بهذا الأمر؟ في الحقيقة أولا نحن في متابعة مستمرة من قبل معالي الدكتور عبد اللطيف الهميم وبتوجيه معاليه لنا بمتابعة الأراضي التي يتم التجاوز عليها. نحن لم نقل ديوان الوقف الشيعي، لكن قلنا هناك صورة موضوعة في هذا المكان الذي هو وقف لجامع النبي شيت من قبل أحد الأشخاص، وضع هذه الصورة ويقول فيها أنه ديوان الوقف الشيعي. قلنا للسادة المسؤولين ووجهنا نداء مستعجل إلى محافظ نينوى والسادة المسؤولين كافة وبمتابعة مستمرة من قبل معالي الدكتور عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني لرفع هذا التجاوز والحد من هذه التجاوزات على أراضي الوقف السني. غدا إن شاء الله سنوجه كتاب رسمي مرفق معه كافة التفاصيل والكتب الرسمية التي تثبت أنه هذه القطعة تعود لجامع النبي شيت وهي بالتالي تعود للوقف السني في كافة تفاصيلها والحجة الوقفية أيضا. نعم، ما هي رسالتكم ومطالبكم من الحكومة والبرلمان خاصة وأن هذه الأعمال تعزز من وجود الطائفية كما ذكرتم؟ حقيقة نحن في نينوى بعد الخلاص من تنظيم داعش الإجرامي هناك عدة توصيات وهناك عدة لجان وهناك عدة لقاءات ورش عمل ومؤتمرات تمت للتعايش السلمي والحد من أي تعديات ما بين الطوائف والأديان كافة، لكن هناك حقيقة وجود تجاوزات واضحة على عقارات الوقف السني. كان سابقا ما حصل على تجاوز الأرض الواقعة أمام جامع النبي يونس عليه السلام، ولحد اليوم الكتب قائمة ما بين المحاكم، وهذا اليوم في جامع النبي شيت نرى أيضا تجاوز آخر من مواطن آخر يدعي أنه هذه قطعة ملك لجامع ملك للوقف الشيعي. غدا إن شاء الله كما قلت سنوجه كتاب مرفق معه كافة التفاصيل والكتب التوثيقية والحجة الوقفية أيضا. نعم، كان معنا عبر الهاتف مدير أوقاف نينوى أبو بكر كنعان، شكرا لك.